من بعد ما صور غيث مروان كواليس العمل على أغنيته الأولى من خلال ستوري حسابه على إنستغرام اللي يتابعوا فيه أكثر من 700,000 متابع، بلش الحماس يزيد من طرف متابعينه وطلبوا منه المباشرة بتصوير الفيديو كليب بأقرب وقت. فبعد ما اختار غيث الأماكن المناسبة للتصوير والملابس وكل التفاصيل لاكتمال الفيديو كليب، بلش اليوم تصوير من الساعة 8 صباحا. وهيك كانت الكواليس. Hey, places everyone. Cameras rolling. 3, 2, 1, action. شو رايك؟ كيف التصوير؟ والله ممتاز، متحمس مليون. خليكم معانا في الجو، بنخلص ان شاء الله قريبا تشوف الفيديو بعد سنة؟ لا يا وازع وازع وازع، قريبا قريبا. أما بخصوص الأغنية فحتكون أغنية تراب حماسي بيتخللوا طابع السكتش والتمثيل. جايز حاليا العالم عم بعمله انه عم غني غنية راب بس بطريقة سكتش، يعني حيكون فيها تمثيل، يعني مش راب لسه اول مرة الي، فان شاء الله تعجبكم. انا حقلكم امتى حتنزل قريبا جدا، بس خليكم ركزين معي. اول غيث ملك الراب كفو. حيتشارك غيث مقطع صغير من الاغنية باخر فلوج نزله على قناته على يوتيوب. خليني اسمعكم مقطع من الغنية، مقطع صغير. كل دقيقة تليفوني بيرن. شعار كم بيبي، شو رايك بالغنية؟ امانة تحكي الصدق برو، بتجنن الغنية. ما احلى انه بتجنن، والله بتجنن، ما في منها بتجنن. اما بخصوص ستايل غيث بالفيديو كليب فاختار الستايل الصيفي والالوان الباردة. أما خلال تصوير الفيديو كليب امتنع غيث وفريق العمل عن إظهار لقطة منه وتحديدا شكل غيث بهذه اللقطة، وحكى كريم أنه هاللقطة حتكون قنبلة الفيديو كليب. بس أفرجيكم كيف شكل غيث، أفرجيها؟ لا أفرجيها؟ هاي قنبلة الفيديو كليب. أوه ماي جاش بل يا باي، I cannot show you. لا هي حاطة بلاك، I cannot see it. والشخص اللي ساعد غيث خلال فترة التصوير أكيد كان فريق العمل والصديق المقرب لغيث كريم ديب، حيث ظهر بعدة لقطات بالفيديو كليب. فكل شوي عم نعرف أشياء جديدة وحماسية عن تفاصيل الأغنية والفيديو كليب من طرف غيث عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام ويوتيوب.